فيكشن رايتر اللي هو كاتب مصري يعني ويكون فيمس مشهور. واحنا عندنا اشهر من نجيب محفوظ على اساس ان هو اول واحد خد جائزة نوبل والموضوع كبير يعني. يبقى نجيب محفوظ. وخد بالك ان انت لما بتيجي تتكلم عن نجيب محفوظ انت يعني تتكلم عن الحرافيش تمام. والرواية دي انا قريتها بنفسي وبنصح اي حد ان يقراها لو عايز يتفرج او يشوف مصر زمان كانت عامله ازاي. حواري مصر يعني is one of the most, واحد من اكتر الكتبة المشهورين famous Egyptian writer, is one of the most famous Egyptian writer. حلوة most ديت على اساس ان هي ايه مقارنة تمام. الاي كابيتال طبعا في كلمة Egyptian. بشرح حواتش الناس بتقولي يا بس ما بتشرح ايه او بشرح اهو تمام. يعني واحد من اشهر الكتاب المصريين بل العرب كمان لم يكن العرب not also but Arabian known for اللي هو مشهور ب his deep deep ديت يعني عميق deep influence of modern Arabic literature اللي هو الانفلونس ده اللي هو الاتقان الشديد اللي هو معنى تأثير او إجادة برضو اللي هو معنى تاني deep influence of sorry on modern Arabic literature. مودرن يعني حديث, عربيك يعني عربي, عربيك هنا بقت صفة تمام. الاريبيان صفة, عربيك هنا بمعنى اسم, literature يعني مودرن هنا صفة, الأدب العربي الحديث. وفعلا ده صحيح, من أكتر الناس اللي أثروا في الأدب العربي الحديث هو كان نجيب محفوظ. وطبعا هو أسئلته كلها هي اللي هو نجيب محفوظ يعني published طبعا ده ماضي فpublish هي وحط لها ايدي published يعني نشر numbers novels novel يعني رواية طويلة numbers اللي هي طويلة روايات طويلة زي الحرافيش رواية كبيرة جدا أو short stories زي أحلام اليقظة وده آخر حاجة وعملها and screenplays اللي هي السيناريوهات screen plays scenario تمام. his works work هنا بمعنى أعماله works أعماله دايما كانت often أو often يعني دائما explore بتستكشف themes of Egyptian society Egyptian society Egyptian يعني مصري society يعني مجتمع يعني اسم الله عليه المجتمع المصري تمام. human struggles اللي هي المعاناة struggle يعني معاناة human struggle اللي هي المعاناة اللي ايه قلبي بعد الشر عليك يا قلبي من المعاناة المعاناة احنا ناقصين معاناة human struggles يعني المعاناة البشرية. وكمان الأسئلة الوجودية جت على الأسئلة خد بالك exist يعني موجود تمام. بس لو حط لها in existential اللي هي الوجودية existential questions الأسئلة اللي هي غالي الوجودية. ما هو عشان كده ناس سألت عنه كلام صعب جدا على أساس ان هو رواية ولاد حارتنا مثلا أعظم الروايات بتاعته one of his most celebrated work. كلمة celebrate يعني يحتفل صح بس هنا معناها بمعنى إنجاز عظيم يعني celebrated work يعني عمل بارز يعني عمل أو أعمال بارز عمل بارز من الأعمال البارزة بتاعته اللي هو كايرو تراجيدي اللي هو الثلاثية يا جماعة كايرو تريلوجي تري هنا بمعنى ثلاثة لوجي اللي هي الثلاثية من انت عارفين اللي هي السكرية وقصر الشوق وبين القصرين. أنا بالمناسبة قريت الحاجات دي فأقدر أقول لكم إن هي بتعبر عن الشخصية المصرية which بورتريز بص يا جماعه بورتري يعني وصف يعني وصف للوجه
ولكن portrays اللي هو بتصور the lives الحياة بتاعة الناس اللي هي في الطبقة middle class اللي هي الطبقة المتوسطة lives of middle class الحياة بتاعة الطبقة المتوسطة المصرية middle class Egyptian family في خلال طبعا ثلاث أجيال متعاقبة across three generations اللي هو كانت شخصية أحمد عبد الجواد اللي هو الجد بعد كده ابنه وبعد كده أحفاده three generations ودايما نجيب محفوظ كان مغرم بالتعبير عن الجينيريشن يعني مش بس ديت ولكن هو عمل قصص تانية كتير he was born in Cairo in 1911 He was born in Cairo in 1911. In 1988, يعني كان عنده في الوقت 77 سنة يا جماعة. يعني لا تيأس. في عمر 77. In age of 77. He was the first اللي هو الفائز الأول the first Arab writer أول كاتب عربي who ضمير وصل اهو when دي مضارع بسيط يا جماعة who wins ليه لأنها حقيقة ماشي عايز تقولها وان وماله بس ده هيبقى شكل مختلف بس ماضي على اساسها ماضي دي صح ودي صح عشان بس ايه يحكي في التعليقات دي صح على اعتبار انه توفى خلاص ودي صح على اعتبار ان هي ايه حقيقه الاثنين صح هو وان او وينز نوبل برايز اللي هو كسب ده نوبل برايز اللي هو كسب جائزه ايه غير جائزه نوبل دي بالنسبه لي اهم انجازات نجيب محفوظ ان طبعا نوبل برايز ان ليتشر هو توفى On 31 أو 31st الاسي دي بتاعت 1st August 2006 أو 2006 أو 2006 المهم يعني توفى سنة يوم 31 أغسطس 2006 إن أجوزة هسبتال في مستشفى العجوزة هيز ستايل نخش بقى على لا at age of خليها في عمر برضه ما شاء الله توفى سنة at age of عمر 95 years أو year old لو احنا شرطنا شرط أو 95 سنة يا جماعة الخير نيجي بقى ليه his style وأنا كده بنهي البروجراف his style يعني الستايل بتاعه في الكتابة كان بي blend his style in literature blend عارفين كلمة blend اللي هي الفرشة بتاعت الدمج دي هي النجمة بين الرياليزم اللي هي الواقعية خد بالك ما بين الفلسفلي اللي هي الفلسفة والواقعية أو الواقعية وهي الفلسفة فلسيكال اللي طبعا الفلسفة اللي هي العميقة يعني اللي انت أساسا كشخص عادي ممكن تتفرج على الفيلم مش مدرك الموضوع لكن هي محتاجة حد يكون قد كده ديب أو قد كده تفكيره عميق وركس أعماله العالمية طبعا continue to be studied إلى الآن تاخد بالك هنا to be studied مضارع بسيط continue to be studied مضارع بسيط ما يبني المجهول اللي هي لازالت إلى الآن بيتم دراستها globally عالميا سلام